قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة بحضور عدد من المسؤولين. صرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفاء مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة حول إمكانيات هذه المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة. كما تفقد الرئيس السيسي نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم والتي تعمل بالغاز الطبيعي.